هذه كان رأيي والقرار قراركم. صح أم خطأ؟ الأطفال يحبون الآيس كريم. أكيد صح. لكن الطفل ما يعرف الفرق بين الآيس كريم الصحي والآيس كريم اللي مليان سكر ومواد إضافية. إذا ما قد سمعتوا عن آيس كريم صحي، هذه الحلقة لكم. فكرة الآيس كريم الصحي هذه تضرب عصفورين بحجر، تخليك تعطين الطفل شيء يحبه ويستمتع فيه، وفي نفس الوقت تخليه ياكل أكل صحي يمكن ما كان بياكله في وقت ثاني. اختاري نوع الفواكه اللي يحبها طفلك. خلينا نقول مانجا، نخلطها في الخلاطة ونضيف لها تفاح أو برتقال عشان نزيد عنصر الماء اللي فيها ونحلي الطعم، وبكل سهولة تصبين الخليط في قوالب الآيس كريم اللي تنباع في كل مكان وتثلجينها. يصير بارد ومنعش وجدا لذيذ، ولحد الحين ما شفت أي طفل ما يحبه. أنا أحب أختار الفواكه حسب الموسم عشان تكون فريش. مثلا ما في أحلى من آيس كريم البطيخ في الصيف أو آيس كريم التوت المحلي في موسمه. يصير تحطين عدة أنواع من الفواكه مع بعض أو نوع واحد، أو طريقة حلوة بعد إنك تسوينهم على طبقات، يعني تصبين طبقة وتثلجينها وبعدين الطبقة الثانية وهكذا، يصير ملون وشكله مثل الآيس كريم التجاري، بس الفرق إنه بدون المضاعفات والسكر والألوان الصناعية. أنا بعد أحب أغش ساعات وأحط في الخليط أشياء صحية ثانية تكون مخبأة داخله، مثل زيت جوز الهند أو البذور مثل بذر الكتان مثلا. طريقة ناجحة من كل النواحي، وهو أكل آيس كريم مستانس، وانتي ساهمتي في تحسين صحته وترسيخ عادة صحية جديدة، والكل يربح. هذه كان رأيي والقرار قراركم.